السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ السنة الثانية متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين، وإن شاء الله اليوم راح نشوفوا اختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الطبيعية والحياة. إذا راح نشوفوا اختبار العلوم الطبيعية والحياة للفصل الثاني. إذا يلا أبنائي نشوفوا كاع واش تطرقنا إليه من دروس في هذا الفصل في هذا الاختبار. إذا يلا نبداو الجزء الأول على 12 نقطة، واش يهضر الوضعية الأولى، ولا التمرين الأول على 6 نقاط. خلال رحلة عملية علمية مع زملائك في المدرسة لزيارة بحيرة قريبة من مدينتك، لاحظت انتشارا كثيفا للضفادع هناك. معناتها خرجتوا في رحلة، لاحظت أنه في قرب من البحيرة كاين الكثير من الضفادع، حيث كان بعضها متواجدا على اليابسة والبعض الآخر يسبح في الماء. معناتها كاين اللي كانوا في الماء وكاين اللي البعض في اليابسة، معناتها ما كانوش في الماء. كما لاحظت سربا من حشرات الجراد الذي قيل لك أنه من النوع المهاجر. معناتها عرفت بلي الجراد يهاجر، معناتها يهاجر من موسم إلى موسم. ولمعرفة أنماط التنفس عند هذين الحيوان، من هم الحيوان؟ الجراد والضفدع. عند هذين الحيوان قمت مع زملائك بالتجارب التالية، معناتها قمت بهذا التجارب. عندنا تجربة أولى الثانية والثالثة. أول تجربة استئصال. وشنو معناتها استئصال؟ معناتها النحو، نزع رئتي الضفدع وتركه في البر، معناتها على اليابسة. معناتها نحينا له التجربة الأولى، نحينا رئتي الضفدع وتركناها على اليابسة. التجربة الثانية طلاء جلد الضفدع بمادة عازلة غير نافذة للغازات وغمره في الماء. معناتها حكمنا ضفدع طليناه بمادة عازلة، معناتها عازلة ما تخليش الغازات يدخلوا ولا يخرجوا في الجلد تاعو، وغمره في الماء معناتها عاودنا رجعنا في الماء. التجربة الثالثة غلق الفتحات الموجودة على جانبي بطن الجرادة بمادة شمعية، معناتها اللي تتنفس بهم الجرادة غلقناهم بمادة شمعية، معناتها جانبي البطن، معناتها هذوك الحراشف اللي تتنفس بهم. السؤال الأول يقول سجل النتائج المتوقعة لكل تجربة، معناتها وش معناتها نتائج؟ ماذا سيحدث للحيوان؟ معناتها نقول كل حيوان اسكو يعيش اسكو يموت ولا وش يصرالو. السؤال الثاني يقول استنتج أنماط التنفس عند هذين الحيوانين في وسط عيشهما وأعضاء التنفس عندهما، معناتها راح نقولوا أنماط التنفس وأعضاء التنفس عند الضفدع والجرادة. اللي بعده يقول حدد أنماط التنقل، معناتها كيفاش يتنقلوا هذين الحيوانين في وسط عيشهما والخصائص البنيوية التي تسمح بالتنقل. اذا السؤال كما حنا نقولوا سؤالين في نفس السؤال، راح نقولوا انماط التنقل تاع الجراد والضفدع والخصائص البنيويه التي تسمح بها التنقل، معناتها وشنو هما العفايس اللي خلوها تتنقل بهذه الطريقه. يلا نشوفوا كيفاش نحلوها من بعد. الوضعيه الثانيه على 6 نقاط تقول التكاثر وظيفه حيويه تقوم بها الكائنات الحيه مثل الحيوانات للحفاظ على نوعها من الانقراض ومن أجل إعمار الأوساط الحية المختلفة، وتتبع في ذلك استراتيجيات مختلفة. معناتها التكاثر عنده استراتيجيات مختلفة تختلف من حيوان لآخر. أكمل الجدول التالي. عندنا الحيوان، استراتيجية تكاثره، نمط اللقاح ومكان نمو وتطور الجنين. إذا راح نشوفوا سمكة الترونة ولا التونة عفوا، الحمار ولا أي سمكة، البقرة. إذا سمكة تعيش في المياه، الحمام في الجو، وبقرة على اليابسة. تسمع عطاوني 3 أنماط عيش، راح نشوف كيفاش يتكاثروا، اللقاح ومكان نمو وتطور الجنين. يلا نشوفوا اللي بعده. يقولنا يتكاثر الضفدع الأخضر ما بين شهر مارس وأفريل، معناتها يتكاثروا بكثرة في مارس وأفريل، معناتها في فصل الربيع، حيث يبحث كل من الذكر والأنثى عن التجمعات المائية المناسبة لإتمام عملية وضع البيض ثم الإلقاح لإنتاج أفراد جديدة تكون في بداية حياتها على شكل شراغيف تسبح في الماء بأصواتها. معناتها في شهر مارس وأفريل يكثر عملية تكاثر الضفادع في التجمعات المائية، معناتها وين البحار المستنقعات إلى غير ذلك، وإتمام عملية وضع البيض والإلقاح من أجل يجوا من أجل أفراد جديدة، معناتها من أجل ضفادع جديدة. في البداية ما نكونوش نعيطوا لها ضفادع، كي تكون صغيرة نعيطوا لها شراغيف وتبدأ تسبح في الماء بواسطة أصواتها حتى تكبر وتولي ضفدع. إذا يلا نشوفوا الحياة ولا دورة الحياة عند الضفدع. دونك يلا يكون عبارة عن بيض، يكبر البيض، تفقس البيض ويولي شراغيف، الشرغوف يكبر حتى يتحول إلى ضفدع.
مفهوم. السؤال الأول يقول ذكر بمفهوم الإلقاح مع تعرف الإلقاح، ثم استنتج نمط الإلقاح عند الضفدع ومكان نمو وتطور جنين. معناتها راح نعرف الإلقاح، نستنتج نمط الإلقاح عند الضفدع، ونقول مكان نمو وتطور الجنين اللي هو الشرغوف. اللي بعده السؤال الثالث يقول ما سبب قلة الأفراد البالغة مقارنة ببعض البيوض التي تضعها أنثى الضفدع، ثم استنتج استراتيجية التكاثر عند الضفدع. معناتها يقول لي ما هو سبب قلة الأفراد البالغة مقارنة بالبيوض. معناتها البالغ علاش يكون البالغ معناتها ضفدع، معناه لازم نستخدم السند رقم 2 وهو جدول يوضح خصائص التكاثر عند الضفدع. يلا نقرأ الجدول مع بعض. عندنا عدد البيوض، معناتها كي تكون بيوض 10,000، عدد البيوض المخصبة 5,000، عدد الشراغيف 2,000، وعدد الأفراد البالغة 80. أنا نلاحظ بكل خطوة من البيوض، من اللي كانت بيوض حتى ولات أفراد بالغة، معناتها ولات ضفدع كبير، ناقص. اذا بيوض معناتها في الاول كانت 10,000، معناتها كان عدد كبير، ومن بعد البيوض المخصبه معناتها البيوض الصالحه لانها تولي شراغيف، ولات النصف. شوفوا 10,000 5,000، ومن بعد عدد الشراغيف معناتها البيوض اللي خرجت ولات 2000، معناتها كذلك نقصت. اما عدد الافراد البالغه فيبقى 80 فقط. اذا لهنا قلنا استنتج استراتيجيه التكاثر، معناتها اعطيني اولا سبب قله الافراد البالغه مقارنه بالبيوض التي تضعها انثى الضفدع، معناتها شوفوا كانت 10,000 و80 فقط اللي عاشوا، ونستنتج استراتيجية التكاثر عند الضفدع. أما سؤال آخر يقول استنتج طريقة أو شكل غزو واحتلال الضفدع للأوساط المائية. معناتها علاش نلقاو الضفادع بكثرة في الأوساط المائية؟ غزو معناتها يدقع المنطقة المائية، مفهوم. راح نشوفوا الاستنتاج. يلا نشوفوا بالنسبة للجزء الثاني اللي هي وضعية إدماجية عليها 7 نقاط. السياق: اعتاد أيوب الذهاب لصيد رفقة أصدقائه في أماكن مختلفة، غابات، سهول، مناطق صحراوية إلى غير ذلك، حيث يصطادون حيوانات مختلفة من غزلان، طيور، أرانب إلى غير ذلك، من أجل التغذية أو التجارة بها أو أحيانا من أجل اللهو فقط. معناتها هذا أيوب ديفاي رح يصطاد في أماكن مختلفة وكذلك يصطاد حيوانات مختلفة. ذات مرة بينما هم في رحلة صيد لإحدى المناطق الصحراوية الجافة، صادفوا في طريقهم جملا اندهش أيوب من السرعة الكبيرة التي يتنقل بها. تما كي مرنا نشوفوا السياق ولا الوثيقة الأولى. كما مر في طريق عودته بنبات الصبار، فقام بخدش ساق هذا النبات، فلاحظ خروج مادة لزجة مشبعة بالماء. معناتها الصبار كما نعرفوه كما راهو في الوثيقة الثانية، خدشوا معناتها جرحوا لهنا في الساق تاعو، لاحظ باللي مادة لزجة مشبعة بالماء تخرج منه، ولاحظ أن هذه الساق غنية بالأشواك، معناتها فيها الأشواك. فتبادرت إلى ذهنه تساؤلات حول التحورات المورفولوجية التي يبديها هذا النبات الصحراوي. السندات: إذا عندنا رسم تخطيطي لجمل، رسم تخطيطي لنبات الصبار، والوثيقة 3 هي الصيد الجائر من قبل إحدى الصيادين بصحراء الجزائر، معناتها الصيد الغير منتظم اللي ماشي مليح، مفهوم، جائر معناتها ماشي مليح، لإحدى الصيادين بصحراء الجزائر. يلا نشوفوا التعليمات وشام يقولوا لنا. انطلاقا من السندات المقدمة ومكتسباتك القبلية، أجب عما يلي: أولا، اشرح لأيوب نمط التنقل عند الجمل والخصائص البنيوية التي تمكنه من ذلك. إذن سؤالين في سؤال واحد، راح نعطو نمط التنقل عند الجمل والخصائص البنيوية التي تمكنه من التنقل بهذا الشكل. اثنين، راح نفسروا فسر لأيوب التحورات المورفولوجية التي يبديها الصبار مبينا الهدف منها. راح نشوفوا التحورات وشنو معناتها مورفولوجية التي يبديها هذا النبات. ثالثا، ذكر أيوب بعواقب الصيد الجائر، ثم اقترح حلين مناسبين للحفاظ على التنوع البيولوجي. معناتها راح نشوفوا العواقب والحلول للحفاظ على هذا التنوع. الملاحظة: قلنا نقطة زايدة على المنهجية والمقروئية والخط وإتقان العمل.
نظم إجابتك مع ترقيمها، معناتها كل سؤال ولا كل إجابة نعطوها الرقم تاعها. وممنوع منعا باتا استعمال القلم الأحمر أو القلم المحي لأنهما يعتبران كحالة غش. إذا يلا أبنائي نبدأ نحلو في هذا الاختبار مع بعض ونشوفوا كيفية التصحيح. إذا نبدأ التصحيح على بركة الله. عندنا النتائج المتوقعة لكل تجربة. عندنا التجربة الأولى، استأصلنا أو نزعنا رئتي الضفدع وتركناه في البر، وش يصرى؟ موت الضفدع، معناتها خلاص نحينا له الرئة تاعه يموت. التجربة الثانية، طالينا جلد الضفدع بمادة عازلة غير نافذة للغازات، معناتها طلينا له الجسم تاعه لهنا بمادة عازلة، معناتها ما تخلي الغازات تخرج ولا تدخل، وغمره في الماء وحطيناه في الماء، نلاحظ كذلك موت الضفدع، دونك ما خليناهوش باش يتنفس. عندنا التجربة الثالثة، غلقنا الفتحات الموجودة على جانبي بطن الجرادة بمادة شمعية، إذا موت الجرادة، إذا ما خليناهاش تتنفس. إذا يلا نستنتجوا الأنماط التنفسية تاع هاد الحيوانات. عندنا الضفدع وسطه اللي يعيش فيه برمائي، وشنو معناتها برمائي؟ معناتها يقدر يعيش في البر كما يقدر يعيش في الماء. برمائي معناتها زوج كلمات في كلمة واحدة، بر ومائي، بر معناتها اليابسة والمائي معناتها الماء. نمط التنفس عنده جلدي رئوي، معناتها يتنفس من الرئة تاعو كي وكذلك يتنفس من الجلد تاعو، دونك هذه لازم تحفظ. الأعضاء التنفسية تاعو هي الرئتان والجلد الرطب، إذا قلت رئوي نقول أعضاء الرئة، جلدي إذا الجلد الرطب تاعو. بالنسبة للجرادة، وسط عيشها بري، معناتها تعيش غير في البر ما تقدرش تعيش في الماء. نمط تنفس قصبي، إذا الأعضاء التنفسية قصبات هوائية، دونك كل وحدة على حسب نمط التنفس نكتب الأعضاء التنفسية، مفهوم؟ يلا هنا ننتقلوا إلى أنماط التنقل، معناتها كيفاش ينتنقلوا. عندنا الضفدع القفز في البرية والسباحة في الماء، معناتها في البر يقفز وفي الماء يسبح. كيف الخصائص البنيويه، معناتها كيفاش تساعدوا الخصائص تاع الجسم تاعو انه يقفز وكيفاش تساعدوا على السباحه. اذا القفز بواسطه الاطراف الخلفيه القويه والمطويه على شكل حرف زد. اذا يلا نشوفوا، ها هي القوائم الخلفيه مطويه على شكل حرف زد، اذا لهنا نشوفوا حرف زد، مفهوم؟ كذلك بالنسبة للسباحة، شكل الجسم المغزلي، المغزل معناتها على حسب، مغزلي معناتها جاي هكذا، المغزل معناتها في الأطراف الخلفية تاعو كاين شكل مغزلي، معناتها العضلات تاعو على شكل مغزلي، زائد الأقدام الغشائية المجدافية، معناتها شكل الجسم المغزلي يخليه أنه يسبح، معناتها القوة تاع الجسم المغزلي ولا العضلات المغزلية تخليه يسبح، زائد الأقدام الغشائية، معناتها الأقدام تاعو لو كان تلاحظوا فيها غشاء يساعده على السباحة، مفهوم؟ هذه بالنسبة للضفدع. أما بالنسبة للجرادة، نمط تنقلها هو الطيران، معناتها الطير. ما هي الخصائص البنيوية اللي تخليها الطير؟ شكل الجسم الانسيابي، وش معناتها انسيابي؟ معناتها خفيفة، انسيابي معناتها خفيفة، خفيفة الوزن، زائد الأجنحة الواسعة التي توفر سطح انسياب على الهواء، إذا الشكل تاع الأجنحة تاعها خفيف جدا وكذلك ملائم أنها الطير في الهواء، مفهوم أبنائي؟ دونك هذه إذا قدرتوا تفهموها فهموها، واللي تصعبت عليه من الأحسن أنه يحفظها، مفهوم؟ إذا هذا بالنسبة إلى التمرين الأول. يلا نروحوا للتمرين الثاني ونملؤوا الجدول مع بعض. عندنا سمك، راح نشوفوا استراتيجية تكاثره، نمط الإلقاح ومكان نمو الجنين. بالنسبة لسمكة، حمام وبقر. يلا نبدأ مع بعض بالسمكة. إذا استراتيجية تكاثر معظم الأسماك هي إنتاج عدد كبير من الأنسل دفعة واحدة، معناتها السمكة الواحدة تنتج للكثير من البيوض دفعة واحدة، الآلاف من البيوض دفعة واحدة، تسمى ما تديرش السمكة، معظم الأسماك سورتو صغيرة إلى المتوسطة الحجم تنتج لي عدد كبير من البيوض دفعة واحدة. نمط إلقاحها تفكروا باللي خارجي، دايما نمط الإلقاح تاع السمكة خارجي. مكان نمو وتطور الجنين، وين ينمو الجنين ويكبر؟ خارج المجاري التناسلية. إذا هذه يعني أنا دائما حاجة إذا قدرت نفهمها لكم فهمها لكم، لكن إذا كانت حفظ لازم نحفظها، والسيونس تاع هذا العام وتاع هذا الفصل بالتحديد هي حفظ، مفهوم؟ إذا نحفظوا بلي سمكة ترونا
ولأي أسماك من الصغيرة إلى المتوسطة إنتاج عدد كبير من الأنسان دفعة واحدة كاستراتيجية تكاثر. نمط إلقاحها خارجي، مكان نمو وتطور جنين هو خارج المجاري التناسلية. بالنسبة للحمام عندنا إنتاج عدد قليل من الأنسان، معناتها ينتج لي بويضات قليلة 3 إلى 5. نمط الإلقاح داخلي، دائما تفكروا باللي الحمام داخلي. وين يتطور وينمو الجنين؟ خارج المجاري التنفسية، معناتها البيضة تبدأ تتشكل خارج المجاري التناسلية. هذه بالنسبة إلى الحمام ولا معظم الطيور. يلا هنشوفوا البقر، إنتاج عدد قليل من الأنسل، يعني البقر ما يجيبش عدد كبير، بقرة إلى بقرتان كأقصى حد. نمط الإلقاح تاعو داخلي، إذا دوما تفكروا باللي الحمام البقر يعني الطيور عادة والمواشي نمط الإلقاح تاعها داخلي. وين ينمو ويتطور الجنين؟ داخل المجاري التناسلية، معناتها يكبر داخل كما احنا الإنسان عندنا رحم، هما عندهم مجاري تناسلية. مفهوم؟ يلا هنشوفوا اللي بعده. قال لنا هات مفهوم اللقاح، ولا ما معنى اللقاح؟ لازم نحفظوها أيضا. هو عملية اتحاد بين النطفة والبويضة لتشكل بويضة ملقحة تعطي جنينا يتطور ليعطي فردا جديدا. إذا وش معناتها؟ تتحد النطفة والبويضة باش تشكل لي بويضة ولا بويضة ملقحة، وش تعطينا هذيك البويضة الملقحة؟ جنينا يتطور ليعطي فردا جديدا. مفهوم؟ بالنسبة لأي حيوان ينطبق عليه هذا المفهوم تاع الإلقاح. يلا قال لنا السؤال اللي بعده، ما هو نمط الإلقاح عند الضفدع؟ نمط الإلقاح عند الضفدع دائما لازم تحفظوها خارجي. أين يتطور الجنين؟ خارج المجاري التناسلية الأنثوية. مفهوم؟ إذا لازم نحفظها. عند الضفدع نمط إلقاحه خارجي، يتطور الجنين خارج المجاري التنفسية. عندنا اللي بعده، قلنا علاش القلة تاع الأفراد البالغة مقارنة بالأسناخ، دونك يلا ولا الأنسال عفوا، سبب قلة الأفراد البالغة مقارنة بالبيوض ولا هذوك الشراغيف الصغيرة هو تعرضها للنهب والافتراس، حيث لم يتم الاعتناء بها وحمايتها. معناتها ملي تكون بيوض حتى تولي ضفادع بالغة يبدأ تقل الكمية تحول تقل نسبتها شيئا فشيئا. علاش؟ للنهب والافتراس من الحيوانات اللي أكبر منها. ومن هنا استنتج أن استراتيجية التكاثر عند الضفدع هي استراتيجية الكم، معناتها كيفاش الضفدع يكبر ويولو عندنا بزاف الضفادع هي استراتيجية الكم. استراتيجية الكم معناتها يعطي في الأول كمية كبيرة جدا، معناتها في الأول الأنثى تاع الضفدع تعطينا كمية كبيرة من البيوض التي تتحول إلى شراغيف ومن بعدها تكبر. إذا استراتيجية باش تكبر باش أم يلحقوا بعض الضفادع هي استراتيجية الكم، معناتها تعطيني بيوض كبيرة وتسنى اللي سلك سلك واللي مات مات. مفهوم؟ إذا السؤال الرابع، طريقة غزو واحتلال الضفادع للأوساط المائية هي تنقل الأفراد البالغة، انتشار البيوض والشراغيف عبر التيارات المائية. معناتها علاش الضفادع كاينين في الأوساط المائية بكثرة؟ تنقل الأفراد البالغة، معناتها الأفراد اللي خلاص ما تعرضتش للنهب والافتراس تبدأ تروح تتنقل إلى الأوساط المائية، وانتشار البويضات والشراغيف عبر التيارات المائية، معناتها كي يكونوا بيوض وتضعهم الأنثى تاع الضفدع يروحوا مع التيارات المائية في الأنهار ولا عبر المجاري المائية. مفهوم؟ هذا بالنسبة إلى التمرين الأول والثاني. نبدأ ونصحو في الوضعية الإدماجية مع بعض. وش تقول؟ أول شيء أن التلميذ لازم يستطيع يتعرف على أنماط التنقل عند الجمل والخصائص البنيوية، معناتها لازم تبينوا للأستاذ باللي راكم فاهمين أنماط التنقل عند الجمل وخصائصه البنيوية، معناتها البنية تاعو علاش تمكنوا من التنقل. استغلال السياق الوثائق والمكتسبات، تسمى دايما لازم نكتبوا انطلاقا من السند الواحد ولا اثنين ولا ومكتسبات القبلية فإن، وكذلك نبدأ ونحلو في هذه الأسئلة.
إذا السؤال الأول يقول لي ما هو نمط التنقل عند الجمل؟ معناتها الجمل كيفاش يتنقل؟ نقول يملك الجمل خصائص بنيوية تمكنه من الركض في الوسط الصحراوي، بحيث له أربع أطراف قوية توفر له سطح إسناد ضيق على الأرض، وتتم حركتها بفضل تدخلات العضلات المرنة المتضادة. معناتها الجمل عنده خصائص تمكنه من الركض في الوسط الصحراوي، معناتها ماشي يقدر يمشي فقط وإنما حتى يركض في الوسط الصحراوي. كيف هذا؟ له أربع أطراف قوية، معناتها أربع أطراف قوية كما لهنا الأرجل، أربع أطراف الحيوان، ما نقولش أرجل نقوله أطراف، توفر له سطح إسناد ضيق. وش معناتها سطح إسناد ضيق؟ معناتها تمكن الأطراف تاعو هذه الأخيرة من أنها تتنقل في الرمال ويركض في الرمال بسهولة، وتتم حركتها بفضل ماذا؟ كيفاش هاد الأطراف تزغد؟ بفضل تدخلات العضلات المرنة المتضادة. معناتها العضلات المرنة المتضادة في كل أطرافه تمكنه من الركض جيدا في الصحراء. اللي مراها تقول لنا الوجاهة لازم دائما نكتبوها. أن يستطيع التلميذ تفسير التحورات المورفولوجية التي يبديها الصبار والهدف منها. معناتها شوفوا كي يصيبونا فاهمين السؤال عندنا 0.25. يلا اللي بعده، نستغل السياق والوثائق والمكتسبات القبلية، دائما نكتبوها من خلال السند والوثائق ومكتسبات القبلية فإن، ونبدأ نواسو. يلا نفسروا لأيوب هذه التحورات التي يبديها الصبار. قالنا الصبار فيه ساق لحمية مزودة بأنسجة ادخارية لتخزين الماء، بالإضافة إلى الأوراق الشوكية للتقليل من عملية النتح، وكل هذا تكيفا مع الوسط الجاف الذي يعيش فيه. يلا هو شنو معناتها ساق لحمية؟ معناتها ساق كيما حنا نقولوا واسعة كبيرة، لحمة معناتها فيها الداخل. هذه وشنو معناتها ساق لحمية كيما رانا نلاحظوا، معناتها ماهوش رقيق وإنما ملحم. يلا اللي موراها، علاش ساق لحمية مزودة بأنسجة ادخارية لتخزين الماء؟ معناتها واش راه كاين داخله؟ ماء، مفهوم. والدليل على ذلك لأنه صب مادة لزجة مشبعة بالماء، بالإضافة إلى الأوراق الشوكية للتقليل من عملية النتح. معناتها علاش في هذه الأشواك؟ لنقلوا من عملية النتح. ما هي عملية النتح؟ معناتها أنه يطرح البخار الماء، معناتها هاد الاشواك تخليه التقليل من طرح هاد عملية النتح، ولا باش نقللو من خسارة الماء سورتو في الحرارة الشديدة، مفهوم. وكذلك وكل هذا تكيفا مع الوسط الجاف الذي يعيش فيه. تسمى سبحان الله، ربي يحطو خصيصا في الأوساط الجافة والقاحلة لأنه يقدر يعيش فيها بفضل هذه التحورات، تحورات مورفولوجية. معناتها الصبار ولا النبتة هذيك اللي عطاها لكم في الاختبار وش فيها باش تقدر تعيش في هذاك الوسط، مفهوم. هذه هي. يلا نروحوا للسؤال الثالث، كذلك لازم نكتبوا أن يستطيع التلميذ ذكر نتيجة واحدة على الأقل تنجر عن الصيد الجائر، وأن يذكر إجراءين مناسبين للحفاظ على التنوع البيولوجي عند الحيوانات. كذلك عندنا استغلال المكتسبات القبلية والوثائق، إذا عندنا نصف نقطة. أما عن عواقب الصيد الجائر، معناتها الصيد الغير قانوني، معناتها اللي يمشي مليح، فهو انقراض بعض الأنواع النادرة والقضاء على التنوع البيولوجي. معناتها ينقرضوا الأنواع النادرة، معناتها اللي ما كاش بزاف الحيوانات، وكذلك نقضوا على التنوع البيولوجي، معناتها ما يكونوش عندنا تنوع في الحيوانات. التلوث البيئي بسبب الصيد من أجل له فقط، معناتها تتلوث البيئة بسبب الصيد غير المنظم، خرق القوانين والأنظمة والتعرض للعقاب، التأثير على توزيع الكائنات الحية وبالتالي اختلال توازن بيئي. معناتها كي نقعد نصيد في بعض الحيوانات ونخلي الأخرى راهو يختل التوازن البيئي. عندنا هذه العواقب. الحلول، ما هي الحلول؟ تنظيم الصيد، معناتها يولي الصيد منظم، ومنعه خلال فترات تكاثر، معناتها كي يكون فترة تكاثر الحيوانات يمنع الصيد، إنشاء محميات وحظائر للأنواع الحيوانية النادرة، سن قوانين صارمة، معناتها لازم نكونوا صارمين بإنشاء محميات وحظائر لسورتو الأنواع النادرة، معناتها الحيوانات اللي ما كاش كثير، مفهوم. ودايما في كل واحدة لازم دايما نكتبوا الواجهة، دايما الواجهة عندنا عليها نقطة،
من خلال السند ومكتسبه يعني كل خطره كل سؤال راني نقرا فيه نقول يعني السؤال الاول نقول من خلال السند والوثيقه الاولى فهكذا وهكذا، الثاني من خلال السند رقم 2 والوثيقه رقم 2 فلدينا ونبداو الاجابه. هذا بالنسبه لاختبارنا اليوم، اي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات نجاوب عليه في اقرب وقت ممكن، وكما نقول لكم كالعاده بالتوفيق ان شاء الله.